ما هي صلاة المحاذاة وهل عليها دليل؟ الجواب أن صلاة المحاذاة هي أن يصلي الإنسان مع الجماعة وهو لا ينوي الاقتداء بالإمام، فيشرع له أن يحاكيهم في قدر الركوع والسجود والجلوس والقيام وغير ذلك حتى لا يستشعروا أنه مخالف لصلاتهم. وسببها إذا كان الإنسان لا يرضى عن الإمام بأن عرف أنه من أهل الفسق أو يخاف أن يصلي على غير طهارة مثلا، فهذا الذي يبيح له أن يصلي هذه الصلاة. وكذلك إذا كان يفعلها إكراها، إذا كان يصلي معهم إكراها كما كان يحصل قديما في العصر الأول لبعض الملوك الذين يكرهون الناس على رقهم وهم لا يرونهم أهلا للإمامة فيصلون معهم محاذاة لهم. ودليلها أن الله أمرك بالصلاة ولم يفرض عليك الاقتداء بهذا الذي لا ترضى، وقد كرهت على ذلك أو اجتمعت في المسجد فلا يمكنك التخلص إلا بهذه الصورة.